كيف ما قلت لك الاخ مراد هذاك الاوديو ماشي تلاح عندي انايا، تلاح عند ناس اخرين، الناس اللي سربوا الفيديو بدون ذاك الاسماء. هاد الاخت بدون حنا تصالحت انا وياها والامور طيبه، عرفت راسها ان داك الشيء سوء تفاهم، صالحنا. اما ذاك الاوديو مصيف ما مصيفتش ليا انا، مصيفط للدريه الاخرى اللي سربت الاوديوات، كتهضر مع ديك السيده اللي في المانيا كتقول ليها انا شعيب تيصوني عليا وانا ما قادرش نهضر معاه، راه راجلي كاين في الحمام، فهمتي؟ وانا ديك السيده من بيني وبينها والو، عندها 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 جوج ولاد وبنت، وكبيره عليا في الله، كبيره. نقدر نقولوا انها تعلقات بكم تما في العلميه؟ لا لا، كنت تعلقات بيا احنا راه عمري 34 سنه، انا ماشي دري صغير، كنعرف بنادم من عيني، يشوف فك كنعرفو اشنو باغي يقول. تلقيتي من عندها المساعدة مرة جوج؟ تلقيت من عندها المساعدة، أول حاجة فاش طلعات معايا قالت لي غنصيفط لك باش دير بيرمي، هذا أول حاجة، صيفطات لي ما عرفتش شي 3000، من وراها بقات شربعت المرات من ورا ديك 3000، صيفطات لي كتبقى تصيفط لي هذيك 50 أورو 20 اورو بحال هادشي، هادشي اللي كاين. لا انا فاش طرالي داك المشكل خرجت الاغلبيه ديال الناس ديال الجاليه، مسحتهم من عندي كلهم الا من رحم ربي، كيعيط ليا تنسولو شكون معايا، تيعطيني الاسم ديالو كامل وكيشرح لي، تنعاود نسجل الاسم ديالو وكلشي. اما هادوك اللي كان ديجا طرا معايا المشاكل معاهم، كلهم حيدتهم من عندي، ما بقاوش عندي. عاود السؤال اخويا مراد، ما سمعتكش. هادشي انا في حياتي عمري درت مع علاقه مع امراه متزوجه، وتعرضوا عليا عيالات متزوجين وما تنوافقش، ما تنوافقش. انا اخر حاجه نفكر فيها ان تكون عندي علاقه مع مرض الراجل، حيت كيف ما انا غنفكر لراسي غنفكر لواحد الراجل اخر. حتى ديك المراه اللي بغات تمشي تفسد، عطى الله ولاد الحرام اللي بحالها تمشي تسد معاهم. اما انا لك غندير شي حاجه غنديرها مع واحد الانسان اللي ديال راسها، ولك غندير معاه شي حاجه غنشوف فيها واحد، يعني غنشوف فيها يعني غتكون مؤهله انها تكون تهز الاسم ديالي وتصون عائلتي، حيت انا ديجا طحت في مشكل وما بغيت نعاود نطيح فيه. يعني العلاقه اللي غندير اللي كندير انا على الاقل كتاخذ واحد 3 mois، هذه غير تعارف. هذا كيتسمى بوزد وامم طو، ضحك على المغاربه، كيضحكوا على المغاربه بزاف. بلا ما تيمشي يخسر، تيخسر شحال تيخسر؟ تيخسر 4000 درهم ما تيفوتهاش، جوج طوابل ويجيب دي تجيب 200 درهم ولا 300 درهم تيحطو ما تيفوتهاش، كذب لك كذاب. انا مع عائشه السريدي فاش كنا حنايا كنديروا داكشي ما كاين لا جوج المليون لا والو، انا قدامي داكشي تخلص. ومشى ايمن سعد خويا الصغير ومشى معاه سكومه بالحضور ديالو، ما كاملش 2500 درهم داكشي، وطلعت في اللايف تتقول لهم جبت المليون باش طلع لي داكشي، وداو لي 10 المليون فاش تهجموا عليا في الدار. انت من جاتك 10 المليون كتهزي معاك 1000 درهم وما كاين لا ذهب لا والو، ما عندهاش ذهبيه اصلا، ما عندهاش طانقه ديال ملي، ماشي غرام، ملي داك الشغل ما عندهاش، ديرها حتى في ودنها. كانت خرجت في مغلق اعلامي قالت ما عندها لا ذهب لا والو، ما عندهاش 10 المليون وما كايناش داك الشيء، كلشي كذوب في كذوب باش تبقى عاضه في مالين الدار. ديك الساعه كنت مدير انا وياها العقد، كانت بقى باغا تبقى مريحه لهم تما عامين ولا عام فابور، ما كانش باغا تخرج ديما، جاب الله ما كانش العقد. داكشي علاش خرجت من ديك الدار هنا في عين السبع في مارشي الخضر، وحتى في الدار اللي في محمدية ما كانش غتخرج. حتى جات ليها واحد الاخت من فرنسا، هي اللي داروا لها خاوية في عامرة، قالوا لها الا بغيتي ديري البوز غنركبوك في الطيارة على اساس انك غادا تايلاند ولا غادا المالديف ولا غادا لشي بلاصة، والناس غادي يتفاعلوا مع الفيديو ديالك، وانت راك غادا لمراكش، وهي راه في حد ذاتها دايرة لها القالب باش يخرجوها من الدار وتمشي لمراكش، تريح في مراكش في شي اوطيل، خرجوا لها الحويجات، خرجوا لها كلشي. هذيك السيده اللي في فرنسا جات خدات السوارت رجعاتهم لصاحبتها، حيت صاحبتها هي اللي عطات السوارت للعيشه،
بسبب هذيك اللي في فرنسا. دابا هذيك المرا الدار ما كتهضرش مع عائشه، كتمشي عند هذيك اللي في فرنسا كتقول لها انت اللي جبتي لي هاد الوسخ وهاد المشاكل هنا منك لي. كل مره تيخرجوا كان مزوجين كيخرجوا بشي تصريحات اللي غير حقيقيه. شنو اللي خلى هادشي كثر؟ حتى القنوات ديالنا ديال القنوات الارضيه والقنوات الفضائيه ما بقيناش كنشوفوا فيها شي حاجه اللي كترفه عليك، اللي غتخليك تنسى التليفون وتبقى تفرج التلفازه مع لا فامي وكذا. ولي شي انا كنحشم نتفرج مع لا فامي في الدار في دوزيام، والله وليت كنحشم ملي واحد طالع يهودي ولا مسيحي مترجمينو لينا باللغه ديالنا باش حنا نسمعوا ديك الهضره ونفهموها. شنو هي هذيك؟ راه في حد ذاتها باغين يضربوا المراه المغربيه بداك الشيء اللي تيدير. هذاك الشيء ما خصوش يكون، خصهم يرجعوا لي داك الشيء اللي كان ديال شحال هادي. كتدخل كتضحك ما كتسمع لا تخسر الهضره، ما كتسمع لا حبي لا كنبغيك لا نديك نخرجك نساريك. كان واحد الشاب صغير سميتو بلال، كان زوج ويا صغار في العمر ديالو 18 سنه، دار معاه واحد الفيديو طرحنا عليه مجموعه ديال الاسئله بانه كيضحكوا على المغاربه، وصرح بانه كيضحكوا على المغاربه باش يطلعوا في الطوندونس ويديروا البوز مع بعضياتهم وكانوا في الفار ويا صغار. شتي نكذب عليك هادشي؟ انا كنت عارفه من الاول انه غير افلام، حيت انا كنت كنريح مع عائشه الصريدي وكتعاود لي الافلام، كتقول لي هادشي غير افلام وغير بوز باش نهزو القنوات ديالنا. داكشي ما كاين لا عراس، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي كامل. وحتى هاد الشيء اللي دابا طالعين ديال فيديوهات ديال ريتات كتضرب وكذا، وهادي هذاك الشيء كلشي غير فيلم دايرينه باش يطلعوا قنوات. ديك البنت باش تطلع القناه ديالها وتدخل القاصص. بس شنو الهدف ديالك شعيب من الريتاج؟ واش باش تستغلها ولا باش تحتضنها وتلعب؟ خصو يبقى السلام عليكم، هذا الميساج خصو نهدي ليكم بلا ما نبان الكاميرا، هذا الميساج نهدي للناس اليوتيوب. هذا الميساج ما نكتبش هكا، هذا الميساج نهدي للناس اليوتيوب، تنقول لهم راه كلشي طلع وليتي دير اليوتيوب، ها اللي تعرى هذه كلشي. وتنتمنى انا باستلام واحد من الشعب تيقول اليوتيوب نولي نخلصوا الضريبه العام العام 120 منهم، حتى انا نولي نعطي الضريبه 120 الف ريال العام العام. تنتمنى من اليوتيوب نقول لهم من الشعب واحد شعب فقير تيقول لكم انا باستلام نولي نخلص 120 الف ريال العام العام ضريبه مع كل شيء طلع اليوتيوب. كاين اللي تيشطح، كاين اللي قوا بحال بقره تيحلبوا منا تيسحبوها تخرج الحليب. خرج لنا 120 الف ريال العام العام نخلصها باش بنادم يخوي منا، دم ما يقويش منا. دابا هما يسحبوا بقره تيحلبوا منا يخرجوا منا الحليب باش بنادم ما يبقاش يدخل تيسمع كيف ما نكمل لكم كما قال لكم الاخ بيسيلا، يعني باش كيف ما قال لكم هو نزيدوا في الضرائب ديال الميريكان اليوتيوب، نزيدوا في الضرائب حتى 6000 درهم في الشهر على اساس باش تنقى شويه اليوتيوب من المكاريب، حيت من هب ودب بدون محتويات تيطلع تيبقى. ولينا تنشوفوا غير المعاطيه والتخاصم والحباسات، شي داخل الحبس شي خارج الحبس. علاش؟ على جوج كلمات الخوت، هذه اخر كلمه غنقدمها للشعب المغربي، ماشي غنقول لكم للشعب المغربي، يعني اي يوتيوبر حر وتجي الغيرة على الاطفال وبالخصوص الشابات البنات الصغار، يعني كل شيء هاشتاك هاشتاك كلنا ريتاج. كنتمنى كل شيء اي يوتيوبر هاشتاك كلنا ريتاج باش نقدوها من ذاك العفن وداك الوسخ اللي تتعيش فيه وداك التشرد اللي عايشها مع الام ديالها. رجع معايا في سؤال شعيب، طرحت عليك واحد السؤال وما جاوبتيش عليه. الغرض ديالك من اريتاج واش باش تستغلها في القناه ديالك؟ واش باش تحتضنها وتطلع عائله وتكبرها في واحد لونطوراج اللي انت كبرتي فيه؟ انا يا خويا الامنيه الواحده ديالي هي نشوف هذيك البنت تكون احسن بنت وعايشه احسن عيشه وتكون متوفقه في الدراسه ديالها من احسن البنات، وتكون ديما لابسه مزيان وتفتخر براسها. علاش؟ حيت عندها واحد الاب اللي سميتو شعيب اللي ما غاديش يفوتها وغيبقى ديما يوصل، واخا ما غنوصلش بالجيب ديالي غنوصلها بالصوت ديالي، حيت كيقول لك الا شفتي شي منكر ما قدرتيش تغيره
بدراعك غيره بلسانك، ما قدرتش بلسانك غيره بعينك، ما قدرتش بعينك غيره بضميرك. حنا الحمد لله غنبقاو ناشدو حتى غنديرو لديك البنت حل. هادشي اللي كاين اخويا السيم. درتي محامي ما عنديش باش ندير محامي وما درتش محامي. وكاع الناس اللي كانوا كيقولوا لي غنوقفوا معاك وغنديروا معاك حتى واحد غير كذوب في كذوب. شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي ان السلطات تدخلوا الجمعيات يشوفوا الحاله في ديك الحاله ديال ديك البنت، يمشيو يديروا زياره مفاجئه لديك البنت فين كتسكن ويشوفوها كيفاش كتعيش، ويحاولوا ينقضوا الى لقاو باقي شي حاجه ما تنقض. ما حد الدري باقي يلا عندها 4 سنين، اما الدري عندها 4 سنين دابا راه كتعيش الاشياء اللي كتعيشها وحده عندها 18 عام. الله يستر وصافي. الرسالة اللي نوجه للعائشة الصريدي بأن كيف ما كتقول لك انت كتبغي ديك البنت، غتحاولي تجيبيها تستقر مع عائلتنا، غندخلوها للمدرسة، المدرسة هي حدانا، نتوما كتشوفوا شي حاضرة قريبة. لا بغيتي تشوف بنتك في أحسن حلة، يعني واحد المستوى اللي غتكون فيه زوين، واحد المستوى دراسي. بغيتي بنتك تبقى تعيش التشرد وتعيش داكشي اللي عشتيه وانت صغيرة، بغيتي تشوفيه في بنتك. الا كنتي انت راضيه بداك الشيء اللي داز عليك وانت في صغرك وبغيتي داك البنت يدوز عليها، فحسبي الله ونعم الوكيل فيك. السلام عليكم. هذه رساله جميع قنوات هاشتاغ كلنا رجال.